السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال بيسأل: لو انا اشتريت حاجة من على النت وهي الحاجة دي المفروض انها شهر شهري او سنوي، فانا جربت الخدمة وشغلت عليها وخلصت الوقت، بس هي بتخصم كل شهر او كل سنة، فازاي اوقف موضوع ان هو يخصم اوتوماتيك؟ اول حاجة من بيبال هتقول له اكونت سيتنج. اهم حاجة بالنسبة لي هتنزل هنا على الموني بانكس اند كارتس، فهو بيبدأ يجيب لك الحسابات بتاعتك. تمام. طيب هنزل هنا، اهم حاجه بالنسبه لي اوتوماتيك بيمنتس، واقول له سيت اوتوماتيك بيمنتس، هيجيب لي كل الحاجات اللي انا اشتريتها ويقول لي ايه الحاجات اللي معمول لها اكتف. اكتف دي يعني اوتوماتيك هتخصم كل شهر او كل سنه هتخصم منك. فانت بتيجي هنا على الحاجه ديت وبتقول له بدل ما هي اكتف خليها كنسل. تمام. فكده انت تجددها مانوال، يعني كل شهر تجددها مانوال. عايز تخليها اوتوماتيك ممكن تخليها اوتوماتيك، بس هي الافضل ان انت تعملها انت بنفسك مانيوال كل شهر. مش عايز تجدد وهي انت راكتف انكتف انكتف انكتف، في حاجات تعمل لها كانسل وهكذا. ما فيش اي حاجه تتخصم كل شهر. يعني انا عندي مثلا الجاست هوست 180. تمام. هو المفروض ان هو بدل ما يجدد يديني فرصه ان انا ادور. ساعات بيبقى في كوبون بيديني تخفيض 10%، 20%، 30، 50، او ممكن يكون في عروض، فانا بحب ان انا اعملها مانوال، وهو كده كده بيديني فرصه وبيديني قبليها تنبيهات ان انا اجدد زي ما انا عايز.